بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور إسامة سالم. اليوم راح نستكمل معاكم محاضرات الخاصة في مادة كونكريت تكنولوجي السمستر الثاني، وراح نتناول في هذه المحاضرة اللي هي المحاضرة الثامنة موضوع يخص موضوع كونكريت اليوروبوليتي. بعد ما تناولنا في المحاضرات السابقة طرق تصميم الخرسانة أو الخلطات الخرسانية بطرق مختلفة، الطريقة الأمريكية والطريقة البريطانية، كان الغرض من عدها تصميم خلطات خرسانية من أجل إنشاء أعضاء خرسانية أو منشآت خرسانية تؤدي الغرض اللي من أجلها تم تصميم تلك الخلطات الخرسانية، أي إنه تقاوم الظروف المحيطة فيها، الظروف الخدمية، وهذه الظروف الخدمية تشمل الأحمال المسلطة عليها والظروف البيئية المحيطة بها. عندما تم تصميم تلك الخلطات بنسب معينة ولأغراض معينة، كان تصميمها بواسطة على الورق، بواسطة برامج أو بطرق يدوية أو بواسطة المخططات الجداول. لحد هنا لم تنتهي المسألة، أي لا يوجد لدينا ضمان بأنه سوف نحصل ما كتبناه على الورق أو بواسطة البرامج من تصميم خلطات خرسانية في الموقع. يحتمل ذلك على طريقة تصنيع الخلطات الخرسانية في المعامل أو في موقع العمل، هو ما يسمى بجودة التصنيع، الكنترول أوف كواليتي لذلك المصنع. فإذا كانت السيطرة النوعية عالية في ذلك المصنع اللي صنع الخلطات الخرسانية التي تم تصميمها بأي طريقة بريطانية أو أمريكية أو أي طريقة أخرى، فهذا يعني راح نحصل على خرسانة ذات جودة عالية. ولحد هذه المرحلة لم تنتهي المسألة، لذلك عندنا مرحلة أخرى وهي مرحلة وضع الخرسانة في المكان المخصص لها من أجل الحصول على عضو خرساني المراد صبه، أي يجب أن نستخدم الطرق المثالية لذلك. حتى نوضع الخلطة الخرسانية في حالتها الطرية في القوالب المخصصة لها يجب أن نراعي كثير من المسائل. أول مسألة أن لا يحدث عندنا السيجريجيشن أو الانعزال بين المكونات الأساسية للخلطات الخرسانية اللي هي مثل عندنا الحصى والإسمنت والعجينة الإسمنت الآن. فإذا حصل انعزال مثلا رمي الخلطة الخرسانية من مكان مرتفع أكثر من متر ونص مثلا يؤدي إلى انعزال الخرسانة، عندما نصب مثلا عندنا كولوم عمود ونجي نصب الخرسانة نوضعها في داخل المكان المخصص للعمود من على ارتفاع متر ونص أو مترتين، فإن ذلك يؤدي إلى انعزال مكونات الخرسانة الأساسية. كذلك عندما نصب سقف سلاب أو بيم جسر يجب أن يكون ارتفاع المحدد لا يتجاوز عن متر ونص حتى نضمن أنه لا يحدث عندنا انعزال بين مكونات الخرسانة، وبالتالي يؤثر على المواصفات أو جودة الخرسانة عندما تصلب. لحد هنا لم تنتهي المسألة أيضا، ندخل بمرحلة أخرى وهي بعد صب الخرسانة وضعها في المكان المخصص لها لإنشاء عضو إنشاء معين، لازم نعالجها كما تناولنا في المحاضرة السابقة بطريقة صحيحة بحيث نضمن عدم تسرب الماء الموجود في الخلطة الخرسانية لأطول فترة ممكنة إلى أن يتم تفاعل مكونات عجينة الإسمنت وتوصل إلى مرحلة التفاعل التام، وبالتالي نحصل على خرسانة متصلبة ذات جودة عالية. الحد هنا انتهت العملية اللي راح نحصل بيها على خرسانة ذات مواصفات عالية إذا التزمنا بكل الشروط والمواصفات القياسية من مرحلة تصميم الخلطات الخرسانية إلى مرحلة تصنيعها إلى مرحلة وضعها إلى مرحلة معالجها، بالتالي راح نحصل على خرسانة ذات مواصفات عالية. بالنتيجة شنو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا خرسانة ذات متانة عالية، يعني عمرها الافتراضي راح يطول. بهالحالة راح ندخل كمدخل أساسي بعد هذه المقدمة إلى موضوع اللي راح نسميه كونكريت ديورابيليتي. ماذا نقصد بالكونكريت ديورابيليتي؟ كونكريت ديورابيليتي
هي قدرة الخرسانة قابليه اوف ريزيستنس، قابليه الخرسانه لمقاومه الظروف المحيطه بها، اللي كانت الظروف تكون كيميكال او تكون تقاوم الخرسانه الابريشن او التاكل او الخدش او اي ظروف اخرى تمنع تدهورها، تدهور الخرسانه او تلفها او تغير شكلها الاصلي. هذا يعتمد كله على النوعية مات الخرسانة مثل ما تناولناها بالمقدمة، وبالتالي هذا راح يأثر على surfaceability of the concrete. المقصود surfaceability of the concrete هي أن تؤدي الخرسانة الغرض اللي من أجلها صممت لأطول فترة ممكنة. الغرض اللي من أجل صممت الخرسانة يحتمل على تحمل، مثلا عندنا يتحمل أحمال معينة أو يتحمل ظروف بيئية معينة. لذلك بمعنى آخر نقدر نقول إنه اللونج تيرم سيرفيس بوليتي اللي هي الخدمية أو المعمورية، أو طول الفترة المعمورية أو الخدمية اللي راح تأديها الخرسانة أو الخرسانة أو الكونكريت لأطول فترة ممكنة. لذلك نقدر نقول عن surfaceability معناتها تشير انه قدرة الخرسانة ان تؤدي وظيفتها او وظائفها اللي من اجلها تم تصميمها لاطول فترة ممكنة عندما تتعرض للاحمال الخارجية المؤثرة او الظروف المؤثرة عليها. قد تكون هذه الظروف اللي راح تأثر على الخرسانة قد تكون ظروف خارجية او نتيجة عوامل داخلية او ظروف داخلية. مثلا العوامل الداخلية راح تأثر على الخرسانة هي نتيجة حدوث تفاعلات ضارة بين مكونات الأساسية للخرسانة. هذه التفاعلات راح تحدث بين مركبات معينة، راح تنتج عنها مركبات جديدة قد تكون أحجامها أكبر من الأحجام الأصلية لتلك المواد، وبالتالي راح تسبب لي تغيرات حجمية داخل هيكل الخرسانة، وبالنتيجة أو ربما تؤدي إلى حدوث تشققات، وهذه التشققات بالتالي راح تؤدي إلى نفاذ السوائل، خصوصا في الخرسانة الموضوعة قريبة للمياه مثلا الأسس إذا كانت هناك مياه جوفية، أو الخرسانة مصبوبة في مياه البحر مثلا أو مياه الأنهار. وهناك ظروف عوامل خارجية المحيطة بالخرسانة، قد تكون هذه العوامل الخارجية تشمل ظروف التشغيل والتحميل اللي من أجلها تم تصميم تلك الخرسانة، أو الظروف المحيطة بها بالخرسانة أو المنشآت الخرسانة. الأمور اللي تؤدي إلى تلف الخرسانة أو deterioration of concrete، وما هي الأسباب الرئيسية اللي تقلل عمر الخرسانة أو ديمومة الخرسانة؟ تصنف هذه الأسباب اللي تقلل لي عمر الخرسانة أو العمر الافتراضي للخرسانة أو تؤدي إلى تلف الخرسانة duration concrete duration، نصنفها إلى ثلاث أصناف أو ثلاث فئات، أما تكون physical فيزيائية أو كيميائية and mechanical ميكانيكية. وهذه ثلاث فئات قد تكون تأثر على الخرسانة بشكل منفرد أو بشكل يعني في آن واحد مجتمعة تأثر لي على الخرسانة، وطبعا إذا كانت مجتمعة راح تكون أضرار أكبر. مثلا عندنا الحالة الأولى الأسباب الفيزيائية اللي تأثر لي على ديمومة الخرسانة. الأسباب الفيزيائية قد تؤدي إلى خدش الأسطح الخارجية للخرسانة، اللي هذا راح يسبب لي إلى تآكل أو الإيروجين اللي راح يحدث بالخرسانة، الخدوش أو التآكل الإيروجين راح يحدث بالخرسانة، أو أدي لي إلى الكيفيشن اللي هو التكهف اللي راح يحصل لي بالخرسانة، وهذا التكهف يكون نتيجة إلى ترك فراغات داخل هيكل الخرسانة. وكيف يحصل؟ مثل عندنا مواد أملاح موجودة داخل الخرسانة ومواد جيرية موجودة داخل الخرسانة،
هذا عندما ما تتعرض إلى مياه وتنفذ إلى داخل النسيج أو هيكل الخرسانة فيؤدي إلى ذوبان تلك المادة الجيرية، وبعد ما تذوب وتخرج خارج هيكل الخرسانة راح تترك لنا فراغات، وهي بالتالي راح تأثرنا إلى مشاكل، تأدينا إلى مشاكل تأثر على عمر الخرسانة. عندنا تأثير آخر فيزياوي هو تأثير ارتفاع درجة الحرارة، وهذا بالتالي راح يؤدينا لاختلاف ارتفاع درجة الحرارة ونقصانها اللي هو الديفرنسز، راح يؤدي إلى عمليات التمدد والتقلص اللي راح تحدث لي بالمواد الصلبة المكونة للخرسانة، خصوصا الأجريجيت اللي هو الحصى، وإذا كانت الخرسانة اللي مصممينها تكون صلابتها عالية جدا. لذلك إذا كانت الخرسانة تكون صلابتها عالية جدا صلادتها راح تكون تأثيرها كبير بدرجة الحرارة بالتغيرات اللي تحصل بدرجة الحرارة. مثال على ذلك، مثل عندنا عمليات من التأثيرات الفيزيائية، الأمور اللي تأثر لي على ديمومة الخرسانة هي عملية دورة alternating freezing and thawing، يعني عملية التجمد والذوبان، دورة التجمد والذوبان. هذا راح تؤدي لي إلى تمدد وتقلص، تمدد وتقلص، ويؤدي ذلك إلى إشادات داخلية داخل هيكل الخرسانة، وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث تشققات، والتشققات مثل ما راح نتطرق إليها إلى أضرار كبيرة على العضو الإنشائي أو العضو الخرساني. وكل هذه الأمور مرتبطة، يعني مثلا ها عملية خصوصا في الدول اللي تتعرض إلى موجات من التجمد خاصة شمال الكرة الأرضية، بعلمات تتساقط الثلوج على الطرق خصوصا الطرق على المنشآت، يستخدمون مادة الديسيسينج سيلز اللي هو الأملاح اللي يستخدمونها لذابة الجليد، وهذه الأملاح قد تكون بالدالي إذا كانت عندنا خرسانة بها نفاذية أو بها كراكات موجودة راح تنفذ إلى داخل الخرسانة، وإذا نفذت إلى داخل الخرسانة راح تسبب مشاكل أخرى، تفاعلات كيميائية، وهذه التفاعلات الكيميائية نتيجة تفاعل هذه الأملاح مع الكيميائيات الأساسية للخرسانة راح تؤدي لإنتاج مواد أخرى، قد تكون هذه المواد الأخرى راح تنتج لي تكون أحجامها أكبر من حجم المكونات الأساسية أو المركبات الأولية اللي نتجت من الناتج الأخير، أي زيادة في الحجم، وزيادة في الحجم راح يؤدي إلى إشادات داخلية بالخرسانة وبالتالي إلى حدوث كراك جديد. يعني هاي التغيرات الحجمية volume change. عندنا مثلا تأثير درجات الحرارة العادية أو مدى الاختلاف في كمية الرطوبة المحيطة أو بالجو المحيطة بالأعضاء الخرسانة أو بالمنشآت الخرسانية، وهنا عمليات التبلور راح يصير عندي نتيجة لهذه التغيرات الحجمية. التبلور مات الأملاح قد يكون ناتج، هو ناتج من تفاعلات جديدة داخل الفجوات اللي موجودة بالأساس داخل الخرسانة، أو أنه بعض الأمور اللي هي الفيزيكالز الأحمال اللي تسلط على المنشأ الخرساني. نوع آخر من التأثيرات الفيزيائية أو التغيرات الفيزيائية أو الآثار أو العوامل المؤثرة الفيزيائية على المنشآت الخرسانية ما يسمى بالريزيستنت شرينكج، يعني هاي موانع التقلص. المفروض احنا بالمنشآت الخرسانية مثلا عندنا نخلي بها فواصل تمدد وفواصل تقلص، إذا ما وضعنا هاي فواصل التمدد والتقلص راح تتولد عندنا إشادات إضافية على المنشأ الخرسانية، وكذلك قد تكون تتعرض المنشآت إلى حرائق exposure to fire، حرائق تتعرض لها، وهذا إذا تعرضت إلى حرائق أكيد راح تحصل عندنا أمور ضارة على المنشأ الخرساني. مثلا عندما يتعرض منشأ خرساني لمدة ساعة أو ساعتين فمن احتمال أن توصل درجة الحرارة إلى 1000 درجة مئوية، وهذه 1000 درجة مئوية راح تؤثر تأثير كبير على هيكل الخرسانة الخرسانة، وكذلك تأثر تأثير كبير على حديد التسليح الموجود داخل تلك الخرسانة. هنا راح تصلنا درجة الحرارة 1000، أكيد راح يحصل تمدد بالحديد، وراح يتحول الحديد من حديد بصلابة معينة إلى صلابة أقل، يصير لين يحصل مرحلة الخضوع، وإذا وصل إلى مرحلة الخضوع بعد في حالة إحنا ما نقدر نعتمد عليه إنه يؤدي الغرض اللي من أجله صمم
لذلك أما يزال أو يدعم من جديد. كذلك الخرسان عندما تعرض لدرجة حرارة لازم نفحصها من جديد ونشوف هل حدث بها أكراك تشققات، وإذا حصل بها ذلك إذن لازم نتخذ بعض الإجراءات المعينة أو الضرورية حتى نتأكد أنه المنشئ سليم أو صالح للاستخدام أو لا فيتم إزالته. الصنف الثاني من المؤثرات اللي تأثر على ديمومة الخرسانة هو chemical degradation، وهذا قد يكون تأثيره نتيجة المؤثرات داخلية أو خارجية على هيكل السمنت أو الخرسانة. بطبيعة الحال مثل ما عرفنا احنا السمنت البورتلندي هو بطبيعته قلوي الكلائي، لذلك هو يتأثر بالأحماض، إذا أثر مؤثر تأثر عليه، إذا وبوجود الرطوبة يتأثر عليه، فإذا توفرت عندنا أملاح أو مواد حامضية من مؤثر من المياه الجوفية أو من أي مؤثر خارجي آخر راح يأثر على الهيكل أو بنية الخرسانة، راح يضعفها نتيجة تحليل مكوناتها أو استنزافها. وأغلب المؤثرات الكيميائية اللي تأثر على ديمومة الخرسانة قد تكون نتيجة للهايدروليسيس of the cement paste كمت، أي نضوح المكونات الأساسية لعجينة الاسمنت، نضوح الماء أو الكربونيشن مثل مواد كربونية تأثر على حديد التسليح تؤدي إلى تآكله، أو وجود مؤثرات خارجية تؤدي إلى حصول تفاعلات جديدة، وهذه التفاعلات تقود إلى زيادة حجم الهيكل الخرسانة وبالتالي إلى حدوث تشققات أو كراك، مثل عندنا السلفت كبريتات، توسع الكبريتات والكلاي أجريجيت إكسبنشن، أو نتيجة لتآكل حديد التسليح. الصنف الآخر أو المؤثر الآخر يؤثر على ديمومة الاسمنت هو ميكانيكال، سبب ميكانيكي ميكانيكال أكيوزز، وهذا يشمل الإمباكت أند أوفرلودينج، عندنا أحمال نتيجة أحمال صدمية مفاجئة ما مأخوذة بنظر الاعتبار أثناء تصميم الأعضاء الإنشائية الخرسانية، أو عندما تكون زيادة الأحمال. كيف تكون زيادة الأحمال؟ مثل عندنا منشأة مصممينه لأغراض سكنية وبعد ذلك يجي مالك المنشأة أو مالك البناية يحولها إلى مخزن تجاري، بالنتيجة راح تكون الأحمال الموجودة راح يتعرض لها المبنى تكون أعلى من الأحمال التصميمية، وهذا راح يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للمنشأة. الآن نتناول من تأثير أهم العوامل التي تأثر على الديوربوليتي أو على ديمومة الخرسانة. عندنا عاملين أساسيين يأثرن بشكل كبير على ديمومة الخرسانة اللي هي النفاذية برمابوليتي آن الانتشارية أو الامتصاص ديشيو سيفيتي. بالنسبة للنفاذية برمابوليتي هي قابلية هيكل الخرسانة على السماح بمرور، أو بمعنى آخر قابلية الماء بالنفاذ من خلال هيكل الخرسانة. وكيف يتم هذا؟ مثل ما نلاحظ بهذه الصورة، هذا نموذج خرساني راح نشاهد هنا مثل يوجد قنوات متصلة مع بعضها، هذه القنوات تسمح بمرور الماء من خلالها بشكل حر، لكن بهذه النموذج الثاني شاهد ان هيكل الخرسانة به فجوات بور مسامات، وهذه المسامات تكون اثناء تصنيع الخرسانة، مثل قد يكون هناك كان موجود عندنا مياه موجودة زادت من التفاعل اللي تم بين الاسمنت والماء بعد عملية الإماهة، وبعد ما يتبخر هذا الماء راح يترك لنا مسامات، هذه المسامات قد تكون مغلقة مثل هذا النموذج، هذه لا تسمح بمرور الماء مثل النموذج الأول. أما الحالة الثالثة قد تكون هذه المسامات متصلة مع بعضها بقنوات، قد تكون قنوات شعرية الكابيلاري ووتر الخاصية الشعرية أو القنوات الشعرية، هذه القنوات الشعرية إذا تواجدت داخل بهيكل الخرسانة راح تسمح لمرور الماء والنفاذ من خلاله،
ونفاذ الماء من خلال الخرسانة راح يسبب لنا مشاكل عدة، خصوصا إذا كانت مياه جوفية وتحمل مركبات ضارة للخرسانة، راح تتفاعل ويا مركبات الخرسانة الأساسية، راح تتولد عندنا مركبات جديدة تؤدي إلى زيادة حجم الخرسانة وبالتالي إلى حدوث تشققات فيها. وإذا حدث تشققات فيها مثل ما ذكرنا سابقا وموجودة المياه الجوفية راح تأثر على حديد التسليح، راح يؤدي إلى التآكل أو الصدأ وبالتالي إلى تلف العضو الإنشائي. أما الحالة الثانية اللي هي الديفيوسيفيتي اللي هي تمثل لنا بمعنى أبسط الامتصاص أو الأوبزرفيشن، كأنها مثل حالة الاسفنجر سبونج. هذه قابلية هيكل الخرسانة على الامتصاص، وهذا الامتصاص أو طرد المواد الأخرى يعتمد على تركيز تلك المكونات، تركيزها concentration site راح ينتقل من الهاير يعني التركيز العالي إلى التركيز الواطي، أي قد يكون رطوبة قد يكون ايونات ايونز يعني تحركها immigration تحركها، قد تكون رطوبة أو قد تكون ايونز ينتقل داخل إلى داخل الهيكل الخرسانة ويعتمد ذلك على التراكيز من التركيز العالي إلى التركيز الأضعف concentration size. الاختلاف بيناتهم بين البرمابيليتي and اللي هي النفاذية مالته والديزيوسيفيتي مالت الخاصية اللي تأثر على متانة الخرسانة، الاختلاف إنه هذا يحتاج إلى وجود مرابلتي، هي عوامل يحتاج إلى جريان يؤدي إلى جريان ماء داخل الهيكل الخرساني إلى أن تمتلئ الفجوات الموجودة داخل الخرسانة راح يتوقف النفاذية. على العكس من بينما الديسيوزيفيتي لا، هذا عامل يحتمل قلنا على التراكيز، يحتمل على التراكيز يعني على الساتوريشن أو الإشباع، درجة الإشباع اللي كانت أيونات أو اللي كانت رطوبة داخل هيكل الخرسانة. الاختلاف الرئيسي بيناتهم أنه البرمابيليتي تعتمد على الضغط، اختلاف الضغط إذا كان الضغط الخارجي أعلى من الضغط الداخلي لهيكل الخرسانة فإنه ينتقل لداخل هيكل الخرسانة، إذا كان العكس لا يخرج. أما إذا اختلفت التراكيز اللي كانت أيونات أو رطوبة فهذا يعني أنه راح يتأثر بسبب تأثير الديفيوسيفيتي. وهذا الخاصيتين مثل ما ذكرنا هنا من أكثر العوامل الخارجية اللي تأثر على ديمومة الخرسانة. بعض الأنواع اللي أو الصور اللي تدهور بها الخرسانة type of concrete deterioration، النوع الأول هو cracks in concrete. طبعا هذا النوع هو من أخطر الأنواع اللي تحصل واللي تؤدي إلى تقصير حياة الكونكريت، وهذا الكراك إلى عدة أسباب مثل ما ذكرناها سابقا، نتيجة النفاذية، نتيجة البرمابوليتي مثل ما قلنا زيادة النفاذية مالت الخرسانة بسبب سوء التصنيع مالتها، أو بسبب الانتشارية والامتصاص مالت الخرسانة بسبب اختلاف التراكيز، وبالتالي هذه راح تؤدي إلى أضرار كبيرة في الخرسانة. الضرر الأول اللي راح يتم هو ضرر على حديد التسليح الموجود بالخرسانة المكون للعضل الإنشائي، وكذلك الضرر الثاني راح يأثر لي على ويؤدي إلى تآكله بطبيعة الحال، والضرر الثاني راح يأثر على المكونات الأساسية المكونات الخرسانية نتيجة تكوين تفاعلات مع المكونات الخرسانية وإنتاج مواد أخرى بأحجام كبيرة يؤدي إلى زيادة أحجام تلك الشقوق الموجودة بالخرسانة. نوع ثاني من الأضرار اللي تأثر على ديمومة الخرسانة أو تلف الخرسانة هو التآكل الموجود بحديد التسليح corrosion of the. طبعا احنا خلال عملية التصميم مالتنا راح ناخذ النظر الاعتبار انه هذا الحديد تصميم يكون تصميم جيد وراح يكون يتحمل الأحمال الخدمية اللي من أجلها صممنا تلك الأعضاء الإنشائية، وبطبيعة الحال إنه هذا
الحديد الموجود راح يكون محمي بالخرسانة، بالأعضاء الخرسانة راح يكون محمي بالخرسانة المغطاة له، وتعتبر كطبقة حماية للحديد التسليح. ومثل ما عرفنا أنه الخرسانة هي طبيعتها أو الظروف المحيطة بها أو راح توفر ظروف محيطة بالحديد تكون عالية القلوية، وتكون تتراوح الـ pH مالتها من 12.5 إلى 13.5، وهذا الأمر راح يؤدي إلى الحفاظ على الحديد من يعني عنصر إيجابي راح يحفظنا الحديد من التفاعل أو من التآكل. بس مع الأسف مثل ما قلنا نتيجة وجود الإكراك الموجود بالخرسانة نتيجة لعوامل الخارجية اللي تأثر عليه مثل ما قلنا فيزيائية أو كيميائية أو كيميكال، راح هاي القاعدة راح تتغير مادة الخرسانة وتتحول إلى حامضية أحيانا، وإذا تحولت إلى حامضية راح يؤدي إلى تآكل الحديد، وبالتالي راح يؤدي إلى صدأ الحديد ويضعف من قدرة التحمل للأعضاء الإنشائية نتيجة لتخلخل أو تلف الحديد المكون لأعضاء الخرسانة. التفاعل القلوي للركام، يوجد نوعان من التفاعل القلوي للركام، هو التفاعل القلوي مع السيليكا والتفاعل القلوي مع الكربونات الكالكربونات. والنوع اللي هو نوع السيليكا يكون أكثر انتشارا. مشكلة التفاعل القلوي للركام أنه ما يظهر أنه بعد فترة زمنية قصيرة، لا يحتاج إلى فترة زمنية جدا طويلة تبين آثار. والحد الآن لا يوجد اختبار سريع ودقيق يمكن من خلاله معرفة إذا كان خليط الركام مع الإسمنت بنسبة معينة سيؤدي إلى ظهور هذه المشكلة أم لا. ونفس الوقت لا توجد طريقة محددة للعلاج الدائم لهذه الظاهرة. وعلى أي حال عند تصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية ربما تتعرض إلى هذه الظاهرة أو قد لا تتعرض، فإن ما نقدر مثل ما ذكرنا ما نقدر نأخذ احتياطات لحدوث هذه الظاهرة والعدم حدوثها لعدم وجود فحص مثل ما ذكرنا دقيق يعطينا إشارة أو تنبيه لحصول ذلك التفاعل. وطبعا ينتج من هذا التفاعل مثل ما ذكرنا مواد جديدة يكون أحجامها تكون حجمها أكبر من حجم المكونات الأصلية، وبالتالي راح تأثر لي إلى حدوث الإكراك. ومثل ما شفنا الإكراك والمشاكل اللي يؤديها في الأعضاء الخرساني، تلف الخرسانة بسبب ظاهرة تسمى فريز آند ثروينج اللي هي التجمد والذوبان، خصوصا هذا التحديد الحالة في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية اللي دائما تساقط بها الثلوج. مثل ما عرفنا هنا الكونكريت الغرض الأساسي من تلك المادة هي عمل عجينة، العجينة خاصة غرض الأساسي من عتم تكون من الإسمنت والماء تربط الأجريجيت اللي كان هذا الأجريجيت الخشن ولا الناعم مع بعض البعض، لكن قسم من هذا الماء راح يبقى على حالته الأصلية وراح يترك لنا بالأخير، أما إذا جف عن طريق التبخر ارتفاع درجة الحرارة راح يترك لنا فراغات شعرية، وهذه الفراغات تسمى بالكابيلاري بورز. أحجام هذه الفراغات الشعرية أو المسامات الشعرية تكون أحجامها تقريبا بين 5 نانومتر أو 1 مايكرومتر، وبعض الأحيان تكون أكبر. بالإضافة إلى هذه اللي هي الكابيلاري بورز هناك عندنا فجوات تنتج عندنا من نتيجة تفاعلات تكون أحجامها ننتج من هذه التفاعلات فجوات تكون أحجامها أصغر، وتدعى هذه الفجوات الجل بورس. المحتوى المائي والقوة الشعرية اللي تحدث عند تفاعل أو عند تصلب عجينة الإسمنت أو الماء الموجود، يعني أقصد به الماء الموجود اللي عمل عجينة الإسمنت، إلى تأثير كبير على كمية تلك الفجوات أو الخاصة أو الفجوات الشعرية أو الممرات الشعرية الموجودة داخل الخرسانة المتصلبة.
وهذا بدوره يؤثر لي تأثير كبير على ديمومة الخرسانة أو كونكريت ديارابوليتي. كل ما تزيد هذه الفجوات وكل ما تزيد الظروف الخارجية المؤثرة عليها، مثلا وجود انخفاض في درجات الحرارة نتيجة سقوط الثلوج، وجود رطوبة داخل هذه المسامات يؤدي إلى انجماتها وبالتالي زيادة حجمها، ومن يزيد حجمها راح تولد لي إشهادات داخلية، إشهادات ضغط على هيكل الخرسانة ويؤدي إلى حدوث تشققات به. النوع الآخر من التأثيرات تؤدي لي إلى التأثير على بنية الخرسانة وعلى ديمومتها أو على تدهورها هو الكبريتات. طبعا الكبريتات إذا أثرت لي أو هاجمت الأعضاء الخرسانية إذا كان مصدرها خارجي أو داخلي، بالنتيجة راح يكون عندنا زيادة في حجم الخرسانة، وهذه الزيادة في حجم الخرسانة راح يؤدي إلى حدوث الكراك أيضا أو التشققات، وهذه التشققات بطبيعة الحال راح تزيد نفاذية الخرسانة وتؤدي إلى صدى الحديد. الحد هنا راح تنتهي محاضرتنا الثامنة، إن شاء الله نستكمل معاكم المحاضرات الأخرى.